السلام عليكم. مبارة الشاكري فرع البياع. اليوم زيارة تفقدية لعائلة أم منو؟ أم زهراء. أم زهراء، ممكن تشرحي لنا وضعك شنو؟ حالتك الاجتماعية أنتي شنو؟ أنا عندي 3 بنات وأبوهم مات بكورونا، أي وأصلا الشباب وأبوهم ما يلحق لأن دا عندي قرض، عندي قرض 4 ملايين لازم أسدد. تمام. إي وشفت وضعي. إيش قد أعمارهم؟ بنتي 2007 وحدة. أكبر وحدة 2007. إيه والثانية 2011 و2020، بعد عمرها سنة و4 أشهر يمكن. تمام. إيه طباخ ما عندي، طباخ أعمار في عن وحدة تمام مبرر ده، ما عندي أشياء جديدة. تمام. وغسالة قلت لها بس الغسل تشتغل وأصلا إنه مصلحة. شنو الأهم من هذول الثلاثة إلك؟ والله قلت لها شيء لو أنا طباخ. طباخ، تمام. زين شنو تقدرين تشتغلين حجية؟ مو المشكلة عندي طفلة كان اشتغلت. ايش قد عمرها بدك؟ هاي صغار ايش قد عمرها هي؟ سنة وأربعة أشهر خمسة ها سنة وأربعة أشهر، لذلك ما تقدرين تعوفيها وتشتغلين. يعني حتى لو بالبيت مثلا شغلة ما تقدرين تشتغليها؟ ما تعرفين تخيطين مثلا؟ ما أعرف أخيط، ما أعرف. تمام. إن شاء الله حجية أهل الخير يسمعون ندائك، نريد نشوف احتياجك شنو مهماتينا. يعني شنو تحتاجي مثلا للبنات؟ شنو يعني بحاجة شنو هم؟ والله ما ادري شقد شلون حتى يعني هنا قلت الشواغر صعب، يعني امنيتي بس اطلع واخلص لان مشاكل صارت على من مال زوجي لحد الان. يعني تسكنين بس هذا المكان بس وهاي الغرفة؟ اي هاي الغرفة. أيوة من بيت عيالك ورثة هذا؟ اي ومشاكل مشاكل عليك، كل ساعة واحد يريد يطلعنا برا. وما عندي لا عندي قاعة أقدر أبني بيها، لا عندي شيء يعني أبيعه وأقدر أبني وأشتري. تمام حجية، إن شاء الله نوصل صوتك. وهاي بطاقة مقدمة إليك من الحاج عبد الصاحب الشاكري، هو رئيس المؤسسة، حتى